طريقتين للتعامل مع هكذا أمور. طريقة الانطلاق من موقع التهمة أو من موقع التطور. أنا بحاجة دي أتطور في هذا الموضوع. إحنا عندنا زي خاص، عندنا أرقام سيارات خاصة إن شاء الله هذه التعليمات الأخيرة، عندنا ألوان لمعداتنا يختلف، معسكراتنا قامت تتأسس. إحنا لأن الحاجة بدون معسكرات، بدون أوامر الضبط العسكري، بدون رتب، وتجد يكون قوة منضبطة 100%، وأنت لا أكو رتب ولا أكو ثكنة ولا أكو مسجب للسلاح. يعني طبعا الحشد بدأ من تجربة الخاصة، لكن حاليا أنا أعتقد الحشد يعني في مسير صاعد نحو أن يكون أحد مؤسسات الدولة التي لا تفقد مسافتها الجهادية وبعدها التأسيسي، البعد الديني العقائدي. الحشد الشعبي لم يؤشر عليه أي مخالفة.